فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. والأئمة الذين يقلدونهم ينهون عن ذلك، ينهون عن تقليدهم على الخطأ. فالإمام أبو حنيفة يقول: إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. يعني ما نأخذ أقوال غير الرسول صلى الله عليه وسلم وغير صحابته حتى نعرضه على الدليل، ولو كان من التابعين، ولو كان من التابعين فمن دونهم يعرض قوله على الكتاب والسنة، فإن كان صوابا أخذ به وإلا فإنه يرد. هذا قول الإمام أبو حنيفة. والإمام مالك يقول: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يخطي وإن كان مجتهدا وإن كان مأجورا على اجتهاده، لكن إذا أخطأ فإنه لا يؤخذ الخطأ بل يترك إلى الصواب. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: إذا خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عرض الحائط. ويقول رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. والإمام أحمد يقول رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يخالفون عن أمره أي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السياق في الرسول عليه الصلاة والسلام. يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة زيغ في القلوب أو عذاب أليم في الدنيا والآخرة بما يحل بهم من النكبات والمصائب. فالذي يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم متعمدا ويتعصب لرأي المخالفين، فهذا يتوقع إحدى هاتين العقوبتين: إما الزيغ في قلبه، وإما العقوبة في نفسه وماله. ولهذا قال رحمه الله: تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذا تمام كلام الإمام أحمد رحمه الله. هذه أقوال الأئمة، يحذرون من اتباعهم من غير معرفة أقوالهم وموافقتها للدليل، وأنها إذا كانت مخالفة للدليل فإنها ترد، لأنهم غير معصومين. يجوز عليهم الخطأ والصواب، والحكم في هذا هو الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فالمؤمن يدور مع الحق أينما دار، سواء كان مع إمامه أو مع غير إمامه.